رجعت القوات المسلحة إلى أبعد نقاطها، وبالتالي حتى تسمح إلى، ولكن استغل العدو هذا العدو الغاشم المحتل التركي الذي يستغل أرضنا إلى أن تصبح ليبيا مرتع للإرهاب ويجلب لها المرتزقة من كل مكان، لتكون ليبيا شوكة في ظهر العرب، في شوكة في ظهر مصر من الجبهة الغربية، وفي ظهر تونس، وفي ظهر الجزائر. وهذا ما يريدونه، في جمع كل المرتزقة من كل العالم سواء كانت مؤدلجة ولا مأجورة. نحن اليوم في حاجة، الليبيين صفوا مع قوات المسلحة ومنضمين لقوات المسلحة ومؤيدين للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر الذي فوضته القبائل الليبية في لقاء ترهونة في حرب معركة التحرير، وفوضته وألغى الاتفاق الصخيرات المشؤوم الذي أريد به تنكيل هذه البلاد وهلها، والخروج بهذا والوصول بها إلى انتخابات عامة لا تستثني أحد، وكل الناس فيها سواء، ويخرج السجناء من السجون الذين غيبوا قصرا على هلهم، وستوقف الملاحقات الدولية والداخلية على أولادنا، وبالتالي نحن وإخوة ونحن ونسج على طاولة واحدة ليبيين متحابين. طيب دكتور محمد، دعنا نقول عربيا، هل تواصلتم مع بعض القبائل والمشايخ في بعض الدول العربية، خاصة بعد تأييد السعودية، الإمارات، البحرين وأيضا الأردن؟ نعم نحن اليوم إلى هذا اليوم، وقبل لا ندخل مع حضرتك على الهواء، كنت أنا شخصيا مع اتصال في بعض كثير من هذه الدول، وكلهم أيدوا مطلقا ما دعم الشعب الليبي في معركته في تحرير بلاده. وهذا التبادل الذي يحصل الان ما بين ايران وتركيا لتقسيم الوطن العربي، الان جبهه الاصلاح في اليمن، ودعم جبهه الاصلاح في اليمن، والطائرات اللي تخرج من ليبيا الان ولت بورت فساد، ولت بورت ارهاب، وتنقل المقاتلين الى 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 حزب الاصلاح الاخواني في اليمن، وضرب الطيران في العراق، وتجهيز القوارب الآن، القوارب التي تجهز في مصراتة وفي طرابلس لنقل هؤلاء الدواعش إلى 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 أوروبا، لتصبح ليبيا بؤرة دولية في مزحلقات. وكل الناس أيدت هذا العمل، ونحن يجب أن يعرف الجميع وخاصة هنا في ليبيا الذين يتوقعون أن المقصود بكلمة سرت والجفرة أن هي حدود فقط، لكنها صحيح ان هذه مرحله منطقه تماس عسكري، وسرت هي سرت ليبيا، وسرت هي وسط ليبيا، وسرت هي قاعده ليبيا الجغرافيه، ووصول الى سرت يعني الكثير من الاشياء. لكن الان بعد ما الاتفاق الذي المبادره التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقت قبول من اغلب الدول العالم التي تريد الحل في ليبيا، رفضت تركيا واستمرت في الدخول في المدن والقرى واحدة تلو الأخرى، وهجرت هلها وهجرت ناسها، وما خروج اللواء التاسع بقبيلة كاملة تخرج تحت لواها إلا دليل على أن هذا الجيش يملك حاضنة شعبية يجب أن تحترم وترفع لها الرايات عندما تخرج قبيلة بكاملها تحت حماية لواها واللواء التاسع الذي يمثل قاعدة من قواعد القوات المسلحة العربية الليبية، لتبين للجميع أن هذا الشعب هو حاضنة، هذا القوات المسلحة هي حاضنة لها الشعب الليبي، وأن الشعب الليبي الذي أقر في كل ملتقياته وفي اجتماعاته أنه داعم للقوات المسلحة ومفوض لها، الذي فوضها من بداية عملية الكرامة إلى الآن يفوض هذه القوات المسلحة للاستمرار في عمل. وندعو أهلنا في مصر وفي السعودية وفي الإمارات وفي السودان إلى دعم القوات المسلحة العربية الليبية وأبنائها من المتطوعين في القوات المساندة. ونحن كمجلس أعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الذي استمع في ترهونة بحضور 7000 من ممثلي هذه القبائل، وأعلن أن هذا المجلس هو الذي يمثل القبائل الليبية، وألغى كل جسم آخر غير هذا المجلس. فنحن استمعنا في هراوة، واستمعنا قبلهم في ترهونة، وحددنا مبادئ. بهذه المناسبة نحيي قبائلنا الشريفة العفيفة التي
ونتعذر على أهلنا الذين الآن تحت سطوة الاحتلال العثماني، وبالتالي لا يستطيعون موجودة. طيب دكتور محمد المصباحي، من خلال اجتماعكم السابق مع كل القبائل الليبية بكل أطيافها بكل تأكيد، أبرز ما جاء في هذا الاجتماع؟ أولا أبرز ما جاء في اجتماعاتنا دائما وهي ثوابت بالنسبة لنا هو دعم القوات المسلحة وتفويضها في تحرير البلاد شبه شبه، وقف انتاج النفط وتداولة إلى غاية ما تتحرر إدارته و هذين الإدارتين، بأن القبائل الليبية قررت قفل هذين المؤسسين. موضوع النفط يجب أن يقبل إلى غاية ما يتم تحرير إدارته وتنفيذ قرار مجلس النواب أو تعديل إدارته أو نقله مؤقتا خارج طرابلس حتى تستطيع أن تدير العمل بالتساوي. نحن لا نريد حصة مناطق، نحن نريد حكومة عادلة وليس توزيع عادل. نحن نريد الليبيين يريدون حكومة عادلة توزع بالعدل بين الليبيين حقهم كما توزع بين الليبيين واجباتهم. الواجبات الآن ماتوا في ترهونة وماتوا في طرابلس من الشرق بالكامل ومن الجنوب بالكامل، وماتوا في تحرير بنغازي من الغرب بالكامل ومن الجنوب بالكامل. وبالتالي نحن أهل، ولا يمكن تقسيمنا ولا يمكن تجزيتنا ولا يمكن خلقنا إلى 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 أشياء صغيرة. البند الآخر الذي أقرته القبائل الليبية في اجتماعاتها أن لا اعتراف باتفاق بمخرجات الصخرة. أشكرك الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، شكرا جزيلا لك.